السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا بحضراتکم جميعا من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الاسلامی ببہدرآباد کراچی. معكم محمد رضوان سعید النعمانی. نقدم الى خدمتکم اليوم الدرس الخامس من فن الترجمة، يعني ترجمة نصوص الجرائد الأردية على مستوى الجرائد العربية. أرجو منكم أيها المشاهدون والمشاهدات أن تأخذوا القلم والكراسة وتكتبوا كل كلمة جديدة وكل مصطلح حديث من هذا الدرس، وكذلك نرجو منكم أن تدعو الآخرين إلى الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع غيركم على نطاق واسع لتعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعل. نحن أنشأنا هذه القناة لنشر اللغة وسائل الإعلام على نطاق واسع، ولا سيما طلاب المدارس العربية وكذلك بعض الأساتذة هم يعانون مشكلة في قراءة الجرائد العربية، فلا يستطيعون ولا يتمكنون من الاستفادة الكاملة من الجرائد. فهدفنا المرسوم جعل المعتنين بالعربية قادرين على الاستفادة من الجرائد والمجلات العربية. نبدأ الدرس. الجملة الأولى، جرمنی قرآن مجید کا ترجمہ تقسیم کرنے پر حکمران جماعت کا شدید اعتراض. جرمنی بمعنی المانیہ، بالعربیہ یقال المانیہ. قرآن مجید القرآن الکریم، ترجمہ یعنی القرآن الکریم المترجم او نسخ القرآن الکریم المترجمہ. تقسیم کرنا، وزع یوزع توزیع بمعنی تقسیم کرنا. حکمران جماعت الحزب الحاکم بمعنی حکمران جماعت. شدید اعتراض، عارض یعارض معارضة، فالمعارضة الشدیدة بمعنی شدید اعتراض. وكذلك هنا تعبير يمكن أن نستعمله هنا، هو يحدث ضجة كبيرة، يعني إحداث ضجة كبيرة بمعنى شديد اعتراض، هنغاما برپا کرنا. فمثلا يقال فلان أحدث ضجة كبيرة على الإعلام، فلان میڈیا پر بڑا ہی ہنگامہ برپا کر دیا، ایک قسم کا ان اعتراض اٹھا دیا. فعند الترجمہ على مستوى الجرائد العربية نقول المانية الحزب الحاكم يحدث ضجة كبيرة أو يعارض معارضة شديدة على توزيع النسخ القرآن الكريم المترجمة. ننتقل إلى الجملة الثانية، مذهبي مواد کی مفت تقسیم ملک میں مذہبی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، مہم کو روکا جانا چاہیے. کرسچن ڈیموکریٹس. مذہبی مواد، المواد الدینیہ، مواد میٹر کو کہتے ہیں، تو یہی مواد کا لفظ اردو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے میٹر کے معنی میں. مفت تقسیم التوزیع بالمجان، مفت تقسیم ملک میں فی البلاد مذہبی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. خطرہ کہتے ہیں تحدید الامن، سیکیورٹی رسک، اور خطرہ کے لیے تحدید الامن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، سلامتی کو خطرہ ہے، تحدید الامن. مذہبی سلامتی، تحدید للامن الدینی،
مہم بمعنی حملہ، روکا جانا چاہیے یعنی یجب ایقاف الحملہ. کرسچن ڈیموکریٹس، کرسچن المسیحیون، ڈیموکریٹس الدیموقراطیون. فہؤلاء لهم حزب فنقول حزب المسیحیین الدیموقراطیین. نترجم على مستوى الجرائد العربية، حزب المسيحيين الديمقراطيين يقول إن توزيع المواد الدينية بالمجان في البلاد يهدد الأمن الديني، ونطالب بإيقاف الحملة. حزب المسيحيين الديمقراطيين يقول إن توزيع المواد الدينية بالمجان في البلاد يهدد الأمن الديني ونطالب بإيقاف الحملة. الجملہ الثالثہ، سیاچن برفانی تودے تلے دبے فوجی جوانوں کے نام اور رینگ کا انکشاف. سیاچن سیاتشین برفانی تودے، القطع الجلدیہ او القطع الثلجیہ، ویمکن نقول الغلاف الثلجی. تلے ہونا تحت، یعنی تحت القطع الجلدیہ. فوجی جوان الجنود، فجندی یقال ایک فوجی جوان، و جمعہ الجنود نام اسما، رینک رتب. انکشاف الکشف. الترجمہ علی مستوی الجرائد العربیہ، سیاتشین الکشف عن اسماء الجنود و رتبهم الذين لا زالوا تحت القطع الجليدية أو تحت الغلاف الجليدي. سياتشين الكشف عن أسماء الجنود ورتبهم الذين لا زالوا تحت القطع الجليدية أو الغلاف الجليدي. الجملہ الرابعہ، سرمایہ کاری جی ڈی پی کے تناسب سے کم ترین سطح پر آ گئی. اسٹیٹ بینک، سرمایہ کاری بمعنی الاستثمار، جی ڈی پی الناتج المحلی الاجمالی، جی ڈی پی الناتج المحلی الاجمالی، وكذلك يستعمل کلمہ اخرى، الدخل القومی قومی منافع، تناسب یعنی مقارنہ، وکذلک النسبہ کم ترین سطح پر آنا، ادنا مستوی، ادنا مستوی کم ترین سطح آگئی یعنی بلغا. اسٹیٹ بینک المصرف المرکزی او البنک المرکزی. الترجمہ علی مستوی الجرائد العربیہ، البنک مرکزی او نقول المصرف المرکزی بلغ استثمار، الاستثمار الى ادنى مستوى له بالمقارنة الى الناتج المحلي الإجمالي أو نقول بالمقارنة إلى الدخل القومي. البنك المركزي أو المصرف المركزي بلغ الاستثمار إلى أدنى مستوى له بالمقارنة إلى الناتج المحلي الإجمالي أو بالمقارنة إلى الدخل القومي.
الجملہ الخامسہ، رواں مالی سال کے 9 ماہ میں حکومت نے بینکوں سے 373 ارب روپے قرض لیا، رپورٹ۔ رواں مالی سال العام الاقتصادی الجاری، وکذلک یمکن ان نقول العام المالی السنہ المالیہ الجاریہ، و 9 ماہ خلال 9 اشہر حکومت نے بینکوں سے قرض لیا۔ استقرضت الحکومت الدیون من البنوک، کتنا؟ 373 ارب 373 ملیار روپیہ، رپورٹ بمعنی تقریر۔ الترجمہ علی مستوى الجرائد العربیہ، تقریر بلغ مجموع الديون الحكومة التي استقرضت من البنوك خلال 9 أشهر الماضية، هذا أيضا يمكن أن نقول خلال 9 أشهر الماضية، لأن هذه 9 أشهر الماضية لابد إنها من السنة الجارية ومن العام الجاري، وكذلك يمكن أن نقول خلال 9 أشهر من العام الاقتصادي الجاري، من العام الاقتصادي الجاري، وكذلك يمكن أن نقول هنا من السنة المالية الجارية أو من العام المالي الجاري. 373 روپے إلى 373 مليار روپية. تقرير بلغ مجموع ديون الحكومة التي استقرضت من البنوك خلال 9 أشهر الماضية أو خلال 9 أشهر من العام الاقتصادي الجاري إلى 373 مليار روپية. الجملة السادسة، کابل کرزئی کا 2014 سے قبل صدارتی انتخاب کرانے کا عندیہ۔ کابل بمعنی کابل، کرزئی الرئیس، کرزئی یعنی رئیس افغانستان الاسبق، 2014 عام 2014 قبل صدارتی انتخابات کرانے سے، صدارتی انتخابات الانتخابات الریاسیہ، عندیا بمعنی لمح یلمح تلمیحا اشارہ کرنا، عندیا دینا۔ فعند الترجمہ علی مستوى الجرائد العربیہ نقول کابل کرزائی یلمح باجراء الانتخابات الرئاسیہ قبل حلول عام 2014. کابل کرزئی یلمح باجراء الانتخابات الرئاسیہ قبل حلول عام 2014. الجملہ السابعہ، امریکی انخلا سے قبل 9 منتخب حکومت کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا، پریس کانفرنس۔ امریکی انخلا یعنی امریکی فوجی انخلا، انسحاب القوات الامریکیہ، 9 منتخب الحکومہ المنتخبہ حالیا، فلو نکتفی علی هذا فهذا ایضا صحیح، الحکومہ المنتخبہ زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا، تجد وقتا وفیرا وقتا کافیا، وقت کمیتا من کمیتا ہائلتا من الوقت وما الى ذلك، پریس کانفرنس مؤتمر صحفی۔ فالترجمہ علی مستوى الجرائد العربیہ، کرزائی یصرح في مؤتمر صحفي
ستجد الحكومة المنتخبة المنتخبة وقتا وفيرا أو وقتا كافيا أو وقتا واسعا قبل انسحاب القوات الأمريكية. كرزاي يصرح في مؤتمر صحفي: ستجد الحكومة المنتخبة وقتا وفيرا أو وقتا كافيا أو وقتا واسعا قبل انسحاب القوات الأمريكية. الجملة السابعة: ختم نبوت فورم یورپ. لوگوں کو منکرین ختم نبوت کی چالوں سے آگاہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت بمعنی ختم النبوہ، فورم منتدہ، یورپ بیوروبا، لوگوں کو الناس تحذیر الناس آگاہ کرنا او انذار الناس او توعیت الناس. هذه الكلمات يمكن استعمالها. منکرین ختم نبوت کی چالیں: مقائد منکری ختم نبوہ، علماء کی ذمہ داری ہے، مسئولیت اہل العلم. الترجمہ على مستوى الجرائد العربیہ: منتدہ ختم نبوہ بأوروبا تحذير الناس من مكائد منكري ختم النبوة من مسؤولية أهل العلم. منتدى ختم النبوة بأوروبا تحذير الناس من مكائد أو من دسائس منكري ختم النبوة مسؤولية أهل العلم. الجملہ الثامنہ: تھر سے کوئلہ نکالنے کے لیے برطانوی کمپنی کو 66 مربع کلومیٹر بلاک 6 لیز. تھر کوئلہ نکالنا، التنجیم عن الفحم کوئلہ نکالنا او استخراج الفحم او تنجیم عن الفحم بمعنی کوئلہ نکالنا. برطانوی کمپنی الشرکہ البریطانیہ 66 مربع کلومیٹر، 66 مربع کلومیٹر بلاک 6 لیز. لیز کہتے ہیں صفقہ، عقد الایجار. بلاک 6 قطاع اور رقم 6. فالترجمہ على مستوى الجرائد العربیہ: صفقہ مع الشرکت البریطانیہ للتنجيم عن الفحم بمنطقة تر بقطاع رقم 6 مساحته صفة قطاع بقطاع مساحته يعني جسك رقبة مساحته 66 مربع كيلو متر. صفقة مع الشركة البريطانية للتنجيم عن الفحم بمنطقة تر بقطاع رقم 6 مساحته 66 مربع كيلو متر. الجملة الأخيرة وهي الجملة العاشرة فيما أرى: کمپنی 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، پہلے مرحلے میں 300 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی. کمپنی بمعنی الشرکہ 3 ارب ڈالر، 3 ملیارات ڈالر سرمایہ کاری. الاستثمار پہلا مرحلہ، المرحلۃ الاولی، 300 میگا واٹ، 300 میگا واٹ بجلی من الکہربا پیدا کی جائے گی، تولد پیدا کی جائے گی او لتولید الکہربا ہے ایضا یمکن. فنقول عند الترجمہ على مستوى الجرائد العربی: ستستثمر
الشركة البريطانية 3 مليارات دولار، ويبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء في المرحلة الأولى إلى 300 ميجاوات. ستستثمر الشركة البريطانية 3 مليارات دولار، ويبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء في المرحلة الأولى إلى 300 ميجاوات. ويبلغ طاقتها، هذا ضمير يرجع إلى الشركة البريطانية، طاقة بمعنى توانائي، الإنتاجية پیداوار، اس کی جو اس کمپنی کی جو بجلی کی توانائی کی جو پیداوار ہے وہ 300 میگاواٹ تک ہوگی. ارجو انکم فہمتم هذا الدرس بکاملہ. قبل ان نستاذنکم التمس من سماحتکم ان تدعمونا بـ4 اشیاء: الاشتراک فی القناة، ومشاركة الفيديو مع غيركم على نطاق واسع، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. دمتم ممتعين ودمتن ممتعات. إلى اللقاء مع الدرس الجديد.